بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانيات المقربة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل خليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا من درجة النبيون تحت لواءه، فهم منه وإليه، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا استفدت من الفائدة فضلا وليس أمرا، أسألك الدعاء والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على وضع الكل ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله. وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد. مفيش حسن اعتقاد برب العباد، مفيش حاجة تاني. بحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد، الله الأول والآخر، احنا ما مجرد غير أسباب. فائدة اليوم إن شاء الله رب العالمين عنوانها آيتين كارمتين لربح التجارة والبركة بإذن الله. فإلى الفائدة، توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الفائدة آيتين كريمتين لربح التجارة والبركة. ده عنوان الفائدة بتاعت اليوم إن شاء الله. مستعينين بالله ومستعينين بكتاب الله وبصورة عظيمة وآيات كريمة، هي سورة فاطر آية 29 آية 30، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. الشرح: واحد، تكتب يوم الخميس ساعة شروق الشمس أو بعد صلاة العصر مباشرة، ولا شرط في أول الشهر أو
آخره. اتنين، الخطوة التانية التصدق على الفقراء بنية سعة الرزق والتجارة. الخطوة الثالثة بخورها كل ذي رائحة طيبة، والأجود بالعود زائد اللبان. الخطوة الرابعة تعطر بالمسك والعنبر. الخطوة الخامسة تكتب 4 نسخ وتعلق، ما تدفنش، تعلق في 4 أركان المكان بالأعلى. مراجعة سريعة، الآيتين الكريمتين دول للربح، التجارة والبركة، السورة المستعينين بالله وبكتاب الله، سورة كريمة وآيات شريفة، سورة فاطر آية 29 30 أهم. في صرف عمر يا أبو محمد؟ مفيش. في تحصين يا أبو محمد؟ مفيش. الحاجة اللي ما بذكرلكش فيها تحصين أو صرف عمار يبقى مفيش، يبقى ما تعملش لا صرف عمار ولا تحصين، لأن ده خطابك مع الله مباشرة في الفايدة دي. تكتب يوم الخميس، الرصد بتاعها أقوى فاعلية فيها، تكتب يوم الخميس معاك ساعتين يا ساعة شروق الشمس يوم الخميس أو بعد صلاة العصر مباشرة، بعد ما تصلي العصر مباشرة تكون مجهز حاجتك، تصلي تختم وانت على السجادة في الصلاة، اعمل الفايدة دي. ولا شرط في أول الشهر أو آخر. يعني إيه يا أبو محمد الكلام ده؟ يعني مش أول خميس في الشهر، الخميس على مدار الشهر، أول خميس، ثاني خميس، ثالث خميس، رابع خميس، أول الشهر، آخر الشهر، مفيش أي مشكلة. بس هو يوم خميس، بس أي خميس طول الشهر العربي. التصدق على الفقراء بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بقدر استطاعتك. تصدق بنية سعة الرزق والتجارة. الخطوة الثالثة بخرها بكل ذي رائحة طيبة، كل ما هو ريح طيب بخرها بيها. وأجودها، الأجود إن بخرت بالعود وباللبان. الخطوة الرابعة تعطرها، تعطر كلام الله بالمسك والعنبر. خمسة، الخطوة الخامسة إنك بتكتبها 4 نسخ، تكتبها 4 نسخ وتعلق، ما تدفنش كلام الله، ما يدفنش في الأرض بعيد عن مواطئ الأقدام، يعلق في الأعلى. 4 نسخ في 4 أركان المكان، في كل ركن نسخ تعلق في الأربع أركان المكان. بإذن الله الواحد الأحد، بإذن الله الله الوهاب العاطي ذو الجلال والإكرام، هيبقى فيه سعة وربح في التجارة وفي البركة وفي الأخذ والعطاء بإذن الله. نفذوها وتوكلوا على الله، دي من الجواهر النفيسة. وأرجو من الله سبحانه وتعالى إني أكون أفدتكم وأرشدتكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإلى أن ألقاكم على خير
مع فائدة جديدة إن شاء الله مجربة. التواصل على الواتس من 10 صباحا إلى 8 مساء يوميا على الجمعة. وفي أمن الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.